السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة كويسة بتصدر بورس اسمها كالسوي بديك إمكانية حلوة من ضمن حاجة ظريفة حاجة اسمها جوب تايم تراكر. لو أنت شغال على مشروع بيبدأ يقول لك مين اللي فاتح الملف ده واشتغل عليه واشتغل عليه كام ساعة. فممكن حتى لو أنت شغال لوحدك على الملف ده وتقدر تحسب أنت اشتغلت على الملف ده في كام ساعة. تعالى نشوف فيديو ليه. هو جوب تايم تراكر يبدأ يجيب لك عدد الساعات وهوت ده الفيديو بتاعه. او بيقدر يقولك مثلا في فلان اشتغل مثلا 10 ساعات 3 ساعات وهكذا. بحيث على الاقل لو انت متفق مع حد ان انت تعمل له شغل مقابل وقت تقدر تقدر الوقت دوت وتبعته له. انت مجرد تدوس على جوب تايم تراكر يبدا يجيب لك عدد الساعات اللي كان فيه شغل وتقدر تحسبهم مثلا مجمل ساعات المشروع مثلا 10 ساعات وهكذا.